فيما نسمع الكثير من الحكايات عن أبناء يرمون أولياءهم في دور العجوزة، هناك رجل كفيف اسمه محمد، بالرغم من عدم قدرته عن الرؤية لأكثر من 17 سنة نتيجة اعتداء عنيف، إلا أنه يعتني بوالده المقعد المريض في صورة الابن البار. روبورتاج لمنيا زيداني. بابك مليح؟ ايه مش عندك مش عندك؟ ربي يفرج علينا وبلك بلك يطول حلوين على بالك. ايه شوف الغاشي سقطوا نعود كيما الناس قاع. اعتداء بالسلاح الأبيض على مستوى القلب جعله يفقد البصر منذ أكثر من 17 سنة. كنت واحدة طبيبة في اون 2000، طبيبة كنت بطل الجزائر في التايكوندو، كنت أتليت بمعنى الكلمة. والمشكلة هي بعد ما تقسم وقالوا لها راح يفقد البصر تاعو ويطول بشي برا يقعد قبلك 20-30 سنة ولا، قعدت معايا مدة عام وبعد قالت لي خرج تاعي، قالت لي طايق، قالت لي ما نقدرش نزوج بك. قلت لها علاش؟ قالت لي هكذا يا زوج معه عندي كابي. قلت لها وقالت لي يما ما عندوش ربي، بكيت يما خلاص. وكيفاش كيفاش كان مع كيس باع قال له ماما اللي كان بصحته كنت واقفة معاه، ودوكا كيف فقد البصر تاعو. هو محمد الرجل الكفيف الذي كان بالأمس رجل إطفاء. في نفس الشهر توفي أخوه بانفجار قارورة الغاز، ليليها بعدها وفاة الوالدة لقهرها على أبنائها، وكأن سنة 2002 سنة سوداء على هاته العائلة. فقدت الرؤية بسبب الطعن على مستوى القلب، فقدت الرؤية باسكو ما لحقليش الدم للمخ للسيرفو تاعي، اوتوماتيكمون الجهة المسؤولة على العين تحرقت، ومن هذيك الضربة كلش تنقلب سفيلة على هفيلة. دوك الأم تاعي بسبب الخلع تاعي توفات عاما بعدها. بابا دوك شو نقوم به أنايا؟ أنا مريض، نقوم بابا ولا نقوم بروحي؟ كيفاش نقدر نمشي؟ كيفاش ما كان ما عندي حتى واحد، عندي ربي برك. نشوف واحد على عشرة عندي زي ما انسان ما يقدرش يخي هكذاك ربع القوة. نشوف الضباب، شغل الفلو ضباب هكذا، شغل خزرة تاع سيار هذيك الغربة تاع المعن هكذاك. نشوف اطرا بارت سيار دوك نجي روح الكوزينة، روح الكوزينة وتجي بلاي بلاي دور. تعدوا عليا وكم جيت عند جرون ثلاثة، ما صارت لا باكر في حومتهم هنا في بلكور، وما قدرولش على كل حال. ربي ولي على المشكل كيفاش كنت ما كيما كي ضربتهم في حومتهم وكذا، باسكو الفو انسان دافع على روحو كومام. اضر خداهم الحقد والغيره وكذا والحسد، جبدو موش عطوني على مستوى القلب وواحدة على الظهر. هي بعدا نوريها كيفاه في الكلاه، عطوني جوج طعنات. طحت في القاعه كي لحقت ليزيرجونس، شفت ليزيرجونس اخر مره كتبها مكتوبه بليزيرجونس، تما طفى كلش. الدنيا واعره اللي دير عليها واش بيك. وبالرغم من ان محمد نفسه بحاجه الى الدعم والمساعده، الا انه خير سند لوالده، فهو من يسهر على ماكله وملبسه وحتى ادويته. نعطيك الدواء بابا، هاو الدواء هاو. ويحرص على ان يخرجه ساعات ليرى ضوء الشمس والناس. خرجوا صباحا، خرجوا على 10 وعنده لاش زرولون في البالكون، نحطوا فلاش زرولون هبطوا يهبطوه معي ولاد الحومه تحت، دي نروح نحوسوا، نروحوا الحسيبه باب الواد منا، كنا 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 نجوع ندخلوا للريستورون ناكلوا. اكاد 16 لابري ميدي نعاود نطلعوا للدار غير دوكا دوكا. يبلون نقدروا ندير له كلش انا، يعني نبدل له حوايجه. الحمد لله. نغسل له حوايجه في لاماشين لافي. الحمد لله. نلبس له حوايج يلا غالب ندير الاجر يا اخو، هذا واش عندي فيه. هي صورة جميلة عن بر الوالدين، كان بطلها محمد الكفيف. الذي يخدم والده دون ملل، ضاربا بذلك درس للكثير من الأصحاء ممن لم يدركوا بعد قيمة الوالدين. مساء